السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام، وكما تابعتم في بداية المقطع، اليوم نتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، وتحديدا مشكلة ارتفاع أسعار الطحين وغياب الحصة التموينية عن العراقيين بشكل عام. هناك أزمة اليوم في العراق، وهي ارتفاع قيمة سعر كيس الطحين في عموم العراق طبعا، ووصل في بعض المناطق إلى 45 ألف دينار عراقي للكيس الواحد، وهو طبعا منعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود من العراقيين، وكذلك على أصحاب المخابز والأفران الذين يواجهون اليوم صعوبة في بيع منتجاتهم من الخبز نظرا لارتفاع القيمة، وبالتالي أيضا القدرة الشرائية للمواطن العراقي تعاني بسبب خفض قيمة الدينار العراقي وارتفاع قيمة الدولار أمامه، وبالتالي هناك أزمة اقتصادية خانقة يمر بها المواطن العراقي. وصلت اليوم إلى ما يعتبر من أرخص الأشياء التي يستطيع المواطن العراقي الحصول عليها، وأهم الأشياء كذلك، ألا وهي الخبز. لدينا مقطع نود أن نشاهده مع حضراتكم لمجموعة من أصحاب المخابز والأفران في العراق، نظم وقفة احتجاجية لرفض ارتفاع قيمة الطحين، وكذلك غياب الدعم الحكومي ودعم الحكومة للشريحة الفقيرة ولأصحاب الأفران كذلك، وللمزارع العراقي بشكل عام، الذي أوصل وكانت النتيجة طبعا أن يرتفع قيمة كيس الطحين وترتفع قيمة المنتجات هذه الأفران المخابز، إن كانت بالنسبة للخبز أو الصمون، على المواطن الفقير، وبالتالي تصعب من عملية المعيشة لشريحة كبيرة من العراقيين. دعونا نشاهد. والطحين بالنسبه لنا خط احمر لا يمكن تجاوزه، هذا قوت الشعب، وذولا قوت وياكم اصحاب المخابز اللي موجودين كلهم جاي يعانون معاناه، واحنا سام عازلين وعاملين اضرابنا، واضرابنا مفتوح ما نعرف ليش وقت، نريد حلل هذا الشيء، نريد حلول، وما نريد حلول وقتيه، نريد حلول دائميه، الوجبه مقطوعه من الشهر السابع، ما بنطيق غير وجبه واحده، والطحين جاي يهرب خارج المحافظات، والناس ملت وجزعت وخسرت. والمطاحن المفروض احنا اصحاب المخابز احنا المفروض نمول من قبل المطاحن، لان احنا مجازين واصحاب الجايز، والمفروض الدوله تمولنا، المفروض الدوله تعطينا الطحين وتمولنا وتنهي حل وتنهي هاي المعاناه اللي جاي نعانيها. ارجو من الحكومه المركزيه والحكومه المحليه محافظ النجف ان ينتبه لهاي الحاله، واحنا الساعه معتصمين بمجسرات ثوره العشرين. اخوتي اللي موجودين اصحاب المخابز اللي من النجف بالكوفه الموجودين من قصه ابو علي، هو مسؤولنا هنا، هو اخونا الجدير اللي يمثلنا، اللي يتضرر مو فقط ابو المخبز الموجود، اللي يتضرر الفقير اللي ياخذ المواطن 6000 هو اللي يتضرر، المواطن متضرر اكثر، يحسب عدد العدد اللي يجيبه 5000 يومي ما يصير ياخذ 12 نفر 12 خمسه 2000 دينار، هذا ظلم. ناشد المحافظ الياسري، ناشد رئيس الوزراء يشوف قبل هاي الكسبه، الان كل واحد يمثل 6 نفرات هنا، هذا كل واحد عنده 6 عمال، الى 10 كياس ب 400000 دينار، يقولون شلون يصرف وشلون يجيب؟ خليه يجي اي مسؤول يوقف باي مخبز، الكسبه هذا يقدر ياخذ لعلاقه طماطه الجهاله، كافي ظلم، كافي سلب حقوق الناس، جزاكم الله خير، هاي الناس لظهورها نظرة رحمة ومحبة. قوت الشعب خط احمر لا يمكن تجاوزه، قوت كيس الطحين اليوم تجاوز ال 40000 دينار، لوين بعد توصلونه؟ لوين نوصل؟ احنا نريد نفتهم، نريد حل معاناتنا، نريد حل معاناة هاي الناس، اليوم المخابز معزة، اصحاب الافران معزة، تلاحظوا هذا الشعب، تلاحظوا هاي المظلومية، شنو؟ وصل فينا الحال كنا رجعنا نفس الطاقة يا صدام، قام يعايرون الكيلو ب 1000 دينار، بالسكة يبيعون الكيلو ب 1000، احنا بأزمة سنة 2021 يبيعون الكيلو الطحين ب 1000 دينار، لا الله ولا محمد ولا عباده ولا رسوله يرضى. 1000 دينار حتى بذاك الزمن الطاغيه ما في شيء. جزاكم الله خير.
احنا باقيين نعكس وضالين الظاهر وما نسكت ونطالب بحقوقنا وصوت يوصل لاعلى جهه لاعلى جهه من المحافظ ورئاسه الوزراء ولازم يشوفونا حل لهذا الشيء لازم يشوفونا الحل مع الشكر والتقدير لكم وكل اخوتي اللي اعتصموا والظاهره وسدوا محلاتهم ونعتذر للناس بس هذا الشيء مظلوميه ان نعتذر للناس اللي تحيرت وراح تتحير بعد اكثر واكثر وراح تنظلم بعد اكثر واكثر شوفونا حل شوفونا حل يا اخوان رحم الله والديكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا لدينا سؤال اليوم في هذه الحلقه، لماذا برايكم حصلت هذه الأزمة اليوم في هذا التوقيت، أزمة ارتفاع أسعار الطحين في العراق، خاصة وأن وزارة الزراعة قبل بضعة أشهر أعلنت الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة في العراق، والعراق وصل إلى العام الثالث على التوالي بالاكتفاء الذاتي بالنسبة لهذه المنتجات أو المحاصيل الرئيسة في عملية إنتاج الطحين. وبالتالي السؤال، لماذا اليوم العراق يمر بهذه الأزمة؟ ما الأسباب التي دفعت إلى حدوث هذه الأزمة؟ وأيضا برأيكم ما هي سبل الحل للخلاص من هذه الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العراق؟ ويانا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل حياك الله. السيد أبو عراق من الفلوجة. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. أنا من خلال قناتكم الحرة الشريفة الأصيلة الله يسلمك، تفضل. أوجه سؤالي للشعب العراقي مو للحكومة العراقية. نعم. أقول له يا شعب، إيش وقت وياك يا أبو عراق؟ أريد نهضة. ألو، تفضل. أسمعك. نعم. أنا أوجه السؤال مو للحكومة. أي. ومن وصلنا لهذيك مراحل؟ مهم الحكومة، مهم الأحزاب. نعم. هم جاي شلون يلوعونا يوميا طالعين لنا شيء. عمي كافي الشعب. يا الشعب اصحى ترى هاي ما تفيد نهاية. كافي. نعم. مجاملات. هسه انت لاحظ هسه كوناتهم على الكراسي وعلى المناصب. اسألك بالله عليك، يقبلها هسه المسؤول ياخذ بطل زيت يعيش فيه شهر كامل؟ ما كافي عاد، ما كافي يا شعب. اذا تتاملون عمي الشعب العراقي، اوجه سؤالي لكم، اذا تتاملون من الحكومه فغسل ايديكم للشسع من علي بن عرضي. نعم. ماكو عمي، هم المحاربه، هم محاربتهم علينا، على عمي محاربه على الشعب. ديدي دم ما ديدي. أنا بس أقول لي وين نوصل بعد؟ لي وين أكثر من هاي بعد؟ أكو أكثر من عدين؟ كافي. تذكروا يا شعب العراق، أنا بس هذا الكلام الشريف. هذا الكلام حقيقة يا سيد أبو عراق. اليوم أغلب العراقيين يدركون تماما أن سبب الأزمات مثل ما تفضلت هي الحكومات التي جاءت مع الاحتلال، لكن هناك فئة لا تزال تدافع عن هذه السلطة، عن الأحزاب، عن الميليشيات، تقول بأن هؤلاء قدموا لكم، حموكم، حرروا مناطقكم، حرروا العراقيين، يقفون ضد الاحتلال الأمريكي والكيان الصهيوني، ومن هذه الشعارات. اليوم لما نشوف أن المواطن العراقي يموت جوعا، وهناك عملية قتل بطيء للفقراء في العراق، ولشريحة كبيرة أخرى ستنضم إلى الفقراء عما قريب، ذولا ما يسألون نفسهم أنه 18 سنة من هذه الحكومات، من هذه الأحزاب وهذه الميليشيات اللي قضتها بالشعارات، وين النتيجة؟ شنو اللي قدموه؟ أستاذ محمد إذا سمحت لي، تفضل. بالنسبة لهؤلاء اللي مجدون، اللي ولاهم الأمريكا وولاء إيران، هذا احنا غض النظر عنه، هذا هم ربوه، هم دزوه هنا وجد بيهم. هو وين كان قبل خاتل؟ وين؟ مو بحضانهم؟ انتصاروا الامريكان ما يفيدوهم، وجبوهم جابوكم حتى الدبابات. ابو عراق، خلي اكون بس يعني واضح بهاي النقطه، انه القصد من الكلام كان عن شريحه من العراقيين تعيش في هذا البلد، يعمل ربما كاسب، ربما يعمل موظف في الدوله، ربما لديه اعمال حره، يعني مو شرط انه يكون مثلا ثري، لكن هو عنده قناعه فكريه انه هؤلاء
قدموا الأمور الإيجابية للمجتمع العراقي للدولة العراقية، ونحن اليوم لما نشوف هاي النتائج ولما نشوف هذا الوضع المأساوي الاقتصادي نتساءل تحت أي مسمى أو بناء على أي أمور وضع هذه المعايير بالنسبة إلى ووضع هذه النتائج ووضع هذه الاستنتاجات أنه هؤلاء شرفاء وطنيون قدموا خدمات للمجتمع العراقي. أستاذ محمد إذا سمحت لي فضل. بالنسبة هسه مثل ما هسه لو يطلع لك فدي شوية هذا الأخ أبو شيماء ما حيقول لك إيران وإيران خدمتنا وير عمي ما كافي عاد ما كافي مجاملات عمه وشغلة من علامة يقول وصلك للعظم كافي كافي يا أنا والله من خلال منبرك الطيب الشريف الله يسلمك أنا أناشد الشعب العراقي أقول له يا شعب أصحى أصحى كافي عاد إذا تأمل عم صارنا 19 سنة أي حكومة اللي فادت الشعب من هو فادوا جيوبهم الخاصة عمي فادوا جيوبهم وفادوا البوك مالهم اللي قام يدزونه في الدول. شكرا أبو عراق من الفلوجة وصلت رسالتك وفكرتك. سيد صباح من بغداد تفضل يا صباح حياك الله. أستاذ محمد أهلا وسهلا. طبعا الأزمة بالعراق هي مو أزمة زراعية أو أزمة نفطية، احنا بلد زراعي وبلد نفطي وبلد النهرين وعندنا زراعة وعندنا نفط وعندنا كل شيء. الأزمة سياسية. نعم هم بيناتهم الأحزاب اللي ذيل للإيران واللي مستفاد إلى ماديا ما يريدوا يبنون العراق. كل البنية التحتية اللي بناها الأنظمة السابقة الوطنية من 63 لحد 2003 كل البنى التحتية دمروها. حتى هاي البطاقة التموينية تعتبر إنجاز في فترة الحصار اللي دام 13 سنة. كل دول العالم حاصرت العراق لكن البطاقة التموينية اجت رحمة من رب العالمين للعائلة العراقية في سبيل تعينها على أزمة الحصار، وبالفعل فادتنا هاي البطاقة التموينية وكل العوائل البسيطة والمتعففة والمتوسطة كانت عايشة على البطاقة التموينية حد وصلنا إلى نبيع من المواد الغذائية اللي أكثر عددها من 12 مادة. فحاليا الحكومة الموجودة يعني البطاقة التموينية ليش ما تفعلوها؟ انتوا عندكم نفط جاي تبيعونه بالجمله وتبيعونه الناس مجهوله وشركات كلها وهميه. اذا البطاقه التموينيه وزاره التجاره وقفت عاجزه عن هاي حل هاي الازمه. المفروض وزير التجاره يحاسب على كل الملفات الاستيراد على كل العقود اللي برمها مع اشخاص احنا طبعا هذا الكلام على جميع وزراء التجارة اللي مروا على الحكومات. نعم من 2003 ولحد الآن كلهم موقعين عقود وكلهم مستفادين وكلها احنا نعرفها عقود وهمية. الدليل احنا ابناء هاي العوائل المتوسطة. البطاقة التموينية من 2003 لحد الآن اهملت. لا انا راح اقول لك بها استخدام سيد صباح. البطاقة التموينية في دوائر الدولة لها استخدام ان انت تجيبها ورقة اثبات بالمعاملة تمشي، لكن هل هي موجودة على الارض؟ هل هي مقدمة المواد الغذائية للمواطن؟ أصبحت وسيلة عرقلة البطاقة التموينية في كل مراجعاتنا للدولة. يعني شنو تطلب بطاقة تموينية؟ عندك جنسية وشهادة جنسية والشخص أمامك. فموضوع الوزراء التجارة المتعاقبين من بعد 2003 ولحد الآن كلهم ذولي أبرموا عقود لعدة مواد من المواد الغذائية. شنو احنا هسه مفروض علينا حصار من أمريكا ودول الحلف؟ ما عندنا حصار احنا في سبيل المواد الغذائية تصعد. الدولار كان 142 122 صعد في شيء خلينا نقول فشيء بسيط. زين المواد الغذائيه ليش؟ الزراعه عندنا احنا عندنا زراعه موجوده هاي ماده الحنطه والشعير والذره وكلها موجوده. خلي اسالك بهاي النقطه. وزاره التجاره قبل وزير الزراعه محمد الخفاجي قبل كم شهر يعني تقريبا تحديدا 5 أشهر من الان قال بأنه العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام الثالث على التوالي بانتاج متوقع يبلغ 4 ملايين طن هذا العام. وزارة التجارة قبل يومين أو 3 أيام صرحت بأنه أسباب ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق المحلية هو مرتبط بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية. إحنا شعلينا بارتفاعه بالسوق العالمية، إحنا بلد منتج وحقق اكتفاء ذاتي حتى لو هو غالي في باقي البلدان. إحنا دا نزرعه عندنا بالعراق منتج وطني وعندنا اكتفاء ذاتي منه، يعني ما دا نستورد حتى نقول التكلفة عالية. هذا التضارب بالتصريحات وكل من يحكي بكيفه. استندوا على شنو بالضبط على هذا الكلام؟
كلها بياناتهم وقراراتهم يقررها وزير الزراعة كلها كاذبة، لأن لو صادق كان حلت هاي الأزمة الموجودة حاليا. بس النزاهة والمفوضية والمفتش العام للوزارة الزراعة غير يحاسبون الوزير ووكيل الوزير، يقول له شلون انت تصرح لي تصريحات واحنا ما عندنا اكتفاء ذاتي، شلون ما تجهزون انتم يا زراعة وزارة الزراعة تجهز سواء صناعة او تجهز التجارة في سبيل يوفرون هاي المادة الطحين الى المعامل الموجودة اللي مخابز، يوفروا لهم اياه ويوفروا لهم مواد اولية وياها مثلا المازوت والغيرة في سبيل يسهلون الامر وما يخلون ارتفاع ولا يخلون ازمة تصير. لكن احنا كل الازمات اللي مارين بيها سواء اقتصادية او ازمة الطحين او الازمة الامنية او الزراعية كلها مفتعلة من قبل ناس عندنا احنا مافيا مسيطر على الحكومة، يعني هم في سبيل احنا يخلونا نستورد من جارة السوء ايران مادة الطحين وكلهم تجار معروفين، واحنا نعرف في فترة الحصار النظام السابق من التجار قاموا يصعدون على المواطن العراقي على كاهل المواطن العراقي عاقبتهم اشد العقوبات، اللي قطع ايد واللي اعدام واللي غيره 7-8 تجار. فالحكومة وين على هاي التجار هسه اللي هم اصبحوا مليارديري اصبحوا براس المواطن العراقي؟ العراقي من يجيب؟ يعني لا رئيس الوزراء ولا رئيس الحكومة ولا الرئاسات الثلاثة محمد الحلبوس وجماعتهم الحرامية يقدر يحاسبون وزير التجارة وزير الزراعة، شلون ما توفروها وانت نزلت بيان صار عندك اكتفاء ذاتي من مادة الحنطة الزراعة بداخل العراق؟ اذا الموضوع كله بكذب وموضوع مسيطر عليه مافيات وما عندهم استعداد يجهزون لا المخابز ولا يجهزون العائلة العراقية من مادة الطحين بالتموينية الجاية. اشكرك سيد صباح، شكرا جزيلا. ويانا السيد ابو ياسين من الديالة، تفضل يا ابو ياسين. حياك الله اخ محمد، حياك الله المحترمين. الله يسلمك، اهلا وسهلا. اخ محمد، احد متراهين يقول نظام المقبول، انا اقول نظام مقبول هاي برنامج حصة التمويل ناجح تخليهم يدبرونه مثل ما دبر النظام السابق. هو قال نعم. هو الرجل بغض النظر عن اعتقاداته وكذا، هو بالنهايه قال، هو هاي الجمله الكلمه ضوجتك ربما او لا يعني بغض النظر، لكن هو قال بانه حتى في ذلك النظام القمعي الدكتاتوري او بغض النظر ما هو التوصيف الذي اطلقه، لكن قال بانه كان هناك امور افضل من الناحيه الاقتصاديه او فيما يتعلق بالطحين من هذه الحكومات. السؤال هو باختصار بما انه حضرتك فتحت الموضوع وكمل، ليش الحكومات اللي جت بعد الاحتلال اللي كانت وعدت العراقيين بحياه مزدهره ورخاء اقتصادي وانفتاح على العالم من كل النواحي، لماذا اليوم يترحم البعض بغض النظر هم متفقون او مختلفون مع النظام السابق، يترحمون على الايام التي مضت ان كانت في السابق او الحكومه اللي قبلها، في الوقت اللي هاي الحكومات جاءت وقالت بانه نحن خلصناكم من النظام القمعي الدكتاتوري الفقري؟ محمد، اللي غاضني من يقول النظام المقبول هو كان نظام وطني، هاي انت نعم الموضوع هذا لاني، لكن هاي بين وجهة نظر. نعم، منو قال هو العراق بلد انتاجي؟ هي وين المي؟ وين دعم الفلاح؟ الزراعة انتهت ماتت. انا عندي معلومات كاملة متلفذين، لانه انهيار الثمان الايراني متلفذين يستوردون حنطة من ايران ويسوقونها للدولة، ما عندنا احنا حد الزراعة محمد. هذا الموضوع مال الطحين هذا عاد مفتعلة، يعني هسه شوف الشعب عم يتحدث هذا الكلام، هسه هذول الافراد اليوم مظاهرين، لكن تتوين انتم متشاردين بين الحرب والبرد والاهانة والدخانيات، ما قدمتوا لنا 50 صنبولة من كل فلن، هسه اليوم قصد كلامي يجب اخلي نجوع شهرين ونكون تصير مقاطعة للدولة، تصير عصيان مدني، ما يقول نشيل ساعكم، سووا عصيان خلينا نجوع شهر حتى نشوف تحت 18 سنة دمار جوع وإهانة، خلي احنا نقول احنا المستفادين مليون او السابع، لكن اكثر من مليون وقت الجوع وقت الفقر. شوف ابو ياسين، هناك حديث بانه الطحين يتم تهريبه اليوم من قبل مافيات او جماعات معلومه او مجهوله بغض النظر، تقوم على تهريب الطحين الى دول اخرى. ليش اليوم هذا الموضوع نشط برايك؟ ليش في هذا التوقيت نشط؟ محمد، والتهريب مستمر ما منقطع، لكن يزحون الشعب يجوعون الشعب. شوف هسه انا خلي يهربون مو مشكله، لكن يا اخي لما قرروا الموازنه النفط ب 42 هسه 63 هاي الفاظ جيبوا بحصه للشعب، هم متقصدين يا اخي، هم ما يجوعون. يعني هل معقوله المواطن شهرين ما قاعد يستلم حصه لهذا الحلوى الصالونه؟ ليش كان الشكل يسوون كان الشكل للمواطن والشعب ساكت؟
بس الصحيين بس المولدات، المولدات هسه احنا بالشتاء ندفع حقها على الامتياز، ماكو رقابه، ماكو دوله، ماكو قانون، يعني فوضى. يا اخي هو المثل يقول حرام لا تصير من سلطان لا تخاف، فهو السلطان هو فاسد وحرامي، فعاد منين يخاف؟ هذا الباقي ابو المولده وابو لازم المواد الغذائيه حتى لو تجي يبدونها برديه، يبيعونها بالاسواق، يجيبون المواطن بديه، المواطن ما حد بحاله، التسعير محمد صار 3000 قال النفر 500 تنزل حتى تاخذ 1000 وربع وحصه ماكو، يجيب لك ماده ياخذ فلوس كامله، يا اخي ماكو دوله، ماكو قانون، هذا فوضى. يعني هذا الشعب المفروض الى صف واحد، المعلم والمدرس والمضمد والعسكري والشرطي وكلها تطلع تسوي عصيان حتى تصير نصر وتحل. انا باقي نايم بالبيت من حمد. سيد أبو ياسين أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، كنت معنا من ديالة ويانا علي من الموصل، تفضل يا علي. السيد علي من الموصل، علي من الموصل تفضل يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شكرا محمد، الله يسلمك الله يحفظك. يعني احنا نطالب بالعفو العام، لان عندنا معتقلين والمعتقلين كلها ابرياء. نعم. يعني انا يعني احكي لك، عندي اخويا عمره تقريبا 17 سنه. نعم. شال اعدام. نعم. فيعني اعدام يعني اعدام باطل. شنو السبب؟ سبب كل عداوات شخصيه. شلون؟ كلها عداوات شخصيه. عداوات شخصيه توصل الى الاعدام؟ شنو هالعداوات؟ اي والله اعدام. ها؟ اقول شنو هالعداوات اللي توصل الى حكم الاعدام؟ يعني هو قاتل احد، قتل احد، قام بارتكاب جريمه قتل؟ لا 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 لا, لا مجرد عداوات. وشايه يعني وشايه من شخص يعرفه. نعم نعم وشايه من شخص. يعني شلون مشت المحاكمه ووصل الى الاعدام؟ المفروض اكو شهود، اكو محامي، اكو ادله. ماكو اي ادله، ما شكرا، هي بس انا عداوه. القاضي حكم، القاضي حكم اعدام بناء على شنو؟ بناء عن يعني ان واحد شهد عليه. بس لحظه شلون؟ عفوا عيد عيد يا عيد يا علي، شلون شهد؟ شخص شهد شهاده باطله يعني. اها شاهد زور. نعم. نعم. سيد علي، سؤال لو سمحت، يعني أنت من حقك طبعا حضرتك وكل ذوي المعتقلين والمغيبين أن تطالبوا بحق وتستمروا بالمطالبة، لأنه هذا حقكم، ولا بد للعدالة أن يعني تطبق في النهاية، يعني بهذا الحكم بحكم آخر وطني لا بد أنه يتم الموضوع. لكن أنتوا دا تطالبون من منو؟ يعني من دا تقولون نطالب بالعفو العام، النداء هذا او المناشده موجهه الى منو؟ والله نطالب من السيد الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي قادر برايك على حل هذه الازمه، على حل هذه المشكله برايك انت، رايك الشخص المتواضع فيما تشوفه انت مواطن عراقي؟ والله احنا نطالب منه، هو اللي هو رئيس الوزراء، يعني اجل نطالب منه. هو أنا سؤالي نعم نعم، هو رئيس وزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أوصاف كثيرة وألقاب، لكن أنت برأيك مواطن عراقي هل تعتقد أن مصطفى الكاظمي قادر على تحقيق أي شيء في بلد العصابات هذا؟ والله أكيد، ما دام إيران يعني هي اللي تقدم وتوخر. نعم. فما بس احنا نطالب منه يعني أنه يضحك على وضع العراقيين. نعم. من حقك يا سيد علي، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى فعلا أن صوتك يصل لمن يهمه الأمر. لكن مصطفى الكاظمي العاجز عن حماية نفسه، العاجز في الوقوف أمام الميليشيات المتسببة في عمليات تغييب وإخفاء قسري لآلاف العراقيين، العاجز عن محاربة هذه الميليشيات المتنفذة التي اعتقلت عشرات العراقيين، آلاف العراقيين طبعا الموجودين في السجون الحكومية والميليشياوية، العاجز عن محاسبة ضباط مسؤولين عن ابتزاز ذوي المعتقلين، عن تعذيب المعتقلين داخل السجون، عن أخذ أموال أو دعم يأتي إلى
المعتقلين من ذويهم، من كانت أموال أو غذاء أو ملابس أو غيرها من هذه الأمور، وعمليات تجارة تتم بحياة المعتقلين، بطعامهم، بأموالهم. هذا الشخص العاجز يستطيع أن يحل أو يحل أزمة المعتقلين ويقوم بإطلاق العفو العام ويسحب هذه المليارات أو الملايين، دولارات أو دنانير، من هذه الميليشيات وهذه العصابات الموجودة في الأجهزة الحكومية الرسمية، يأخذها منهم، يسحبها. يعني ما أعتقد أنه، خاصة في ظل الدلائل الحالية التي تشير أنه هو فاقد حتى لقدرته على حماية نفسه، أنه هو بإمكانه أن يحقق أي شيء في العراق. أبو أحمد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي القناة الوافدية والكادر. حياك الله. تسلم. على مود البطاقة التمنية والطحين. نعم. والغذائية. نعم. طبعا يجيبون مواد غذائية من هناك الدرجة الأولى، وهنا يبدلونها بالحلاوي وبالمحلات، ويجيبون أرض نوعية للمواطن العراقي. مين يجيبوها من هناك؟ يستوردون المواد. نعم. الغذائية ويستوردونها من هناك. نعم. الخارج. نعم نعم. فيجيبون هنا يبدلونها بأرض نوعية. نعم. ويوصلونها للمواطن العراقي بأرض نوعية، أرض نوعية مع احتراماتي لك الحيوان ما يأكله. وهذا الشيء شفناه بموضوع التمن المتعفن وموضوع الطحين المتعفن. نعم. ثق بالله العظيم، ثق بالله العظيم ماكو. نعم. ثق بالله العظيم، ولا السائق حجالي نصا قال احنا نوقف ونطبق بالمخازن بعلوة جميلة يبدلون. نعم. زين. وعلى مود الطحين ياخذونه يستلمون الحنطة من السلوات، ياخذونها يودونها المعمل، والنبل يرجعونها للسايلو يبيعونها للسايلوات من جديد. هذا الكلام الدولة ما تدري به؟ معقولة؟ يا دولة ولا كل دولة هيك صاب ما في أطرح من والدك. نعم. زين من يحكي؟ أني وعود من كلمة أني عندي، كان عندي مريض بكتها الله يشفي الشر، زوجتي راجع بيها المستشفى. نعم. فواحد من المواطنين، قصدي من الموظفين، ضم العلاج مالته. طيب. الزمن صدام. اي. انا من الساعة 8 الصبح للساعة 12 الظهر انتظرت، ما اجى السرع، شفت ضم العلاج مالته ورحت اشتكي. نعم. هسه لما تشتكي. سيد أبو أحمد من بغداد، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. عبد الرحيم من السماوة، تفضل يا سيد عبد الرحيم، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوي، كل معاناة الناس هذه بسبب هذه الإمعات الحاكمة اليوم بالعراق. كل ما يحدث من معاناة لكل العراق، يعني من 2003 ولا حد الآن، كله بسبب هذه الإمعات لهذه الأقدام. هي بسبب معاناة الناس بالكامل، هي بسبب هالأقدام هذه. زين. لا اللي تسمى حكومة يعني، وبكل قواتها، بكل قواتها الأمنية يعني، هي سبب معاناة الناس وتهجير الناس وأقلياه المياه العراقي لتعود بالناس بالكامل في محافظات عندنا، في الوسط، في الجنوب، في كل مكان. بسبب هذه الأقدام الحاكمة اليوم، يعني لا سبب، حتى أشوف الناس إلى خارج الحدود، على الحدود البلاروسية البولندية، كانت بسبب هذه الأقدام الحاكمة. سؤال لك سيد عبد الرحيم، سؤال لك سيد عبد الرحيم. إيه؟ الحصة التموينية اللي إذا تجيك اليوم، إذا أجتك، إيش بيها مواد؟ إيه؟ نعم. إيش بيها مواد الحصة التموينية اللي تجيكم إذا أجتكم؟ والله أخوي، هي بيها، أعرف لك، بيها كملات، بيها عدسات، بيها شايات، أي. علي ومية شكرات، مو أكثر من ذلك. كل إيش قد تجي؟ كملات وعد. والله أخوي، مرات يطونها يا علي، مرات يطونها بركلة شهر، ومرات يقطعونها فد مرة طويلة. يعني شكر وتمن، شكر وتمن وشاي، وشنو بعد؟
وعدسات شوي وعدس مرات يطولن مرات كامل وجوه وعدس. هاي المواد الاربعه شلون يقدر الانسان الفقير اللي ما عنده يعيش بيهن؟ شلون؟ والله نعم. هاي المليارات اللي الحكومه، هاي المليارات اللي في خزينه الدوله اللي تدخل وتطلع من هاي الخزينه وما حد يفتهم هي وين راحت وشلون دخلت. هاي المليارات المواطن العراقي شايف منها شيء؟ نعم. شايف منها بطل زيت، كيس طحين نظيف؟ ما شايف. ماكو، ما شايف. هذه المليارات وهذه كلها بتجوبها هذه الأقزام، وما كاتلهم ما يزوع الشعب، ما يشبع، ما كاتلهم. هم لو كاتلهم ما كانت عزوف الناس إلى الحدود البلاروسية البولندية وما تعرضوا للمعاناة الشديدة على الحدود بين بولندا وبين بلاروسيا. هذا ما يريدونه، هذا ما يريدونه للشعب، المجاعة، الفقر، الطالب الاعتداءات على المتظاهرين والناشطين. طيب يعني أشكرك سيد عبد الرحيم من السماوة، وصلت فكرتك، فعلا كلام سليم. لو هذا الشعب عاش حياة مزدهرة وهناك رخاء اقتصادي ورفاهية، مو شرط رفاهية، مو شرط أنه يعيش مليونير، لكن هناك أساسيات الحياة أن تتوفر له، لما فكر بالهجرة وترك العراق والذهاب إلى أماكن أخرى وبلدان أخرى تستفيد من خبراته وإمكانياته وعلمه وأمواله كذلك إذا كان يمتلك، وأيضا للبحث عن الأمان في هذا البلد الذي بإمكانه هو وعائلته أن يحظى بأساسيات الحياة. عندنا باسل من بغداد، تفضل يا باسل. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا حبيبي أستاذ محمد. ثمة مقولة لكاتب المسرحي ستان سلافسكي يقول: أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. طيب زين، إذا فساد الحكم وصل الخبز والمسرح بالحكم العبي، إذا سبقون خرج ثوار تشرين يطالبون بوطن، سيثور الشعب الوطني الغيور برمته ضد الحكومة الطائفية الفاسدة في ثورة الجياع، وسيسقط الحكومة الحالية الطائفية إن شاء الله يا رب. نعم. سيد باسل، شنو رأيك بموضوع ارتفاع سعر الطحين وبالتالي حيرتفع سعر الخبز والناس الفقراء مين تعيش؟ والله أستاذ محمد، يعني سعر الطحين يصعد حتما، الخباز إذا كان يمطي 8 أو 6 قام يمطي 5 و3. نعم. وحتى واحد طلع قال أنا قمت أسويها مثل قشر البصل. زين الحكومة، يعني الحكومات كلها المتعاقبة كلها بس تستلم فلوس والدعم، هي يعني الشرط بليتي ما يضحك، ذول ينتخبوهم ويوصلوهم بعدين ما يصعدون على الكراسي يعوفوهم يودوهم للمحرقه، لا ينقوهم لا يعني عجيب غريب ذول. لذلك ترى استاذ محمد، ترى ذول اللي الخاسرين هسه حاليا من الفتح وغيره، ترى نفس جماهيرهم هي اللي عافتهم، هي اللي خسرتهم، لان ما يشوفون منهم فائده. تمام يا استاذ محمد. نعم يا سيد باسل، اشكر حضرتك من بغداد. علي من بغداد، تفضل يا علي. طبعا كل الحب وكل الاحترام لهذه الوجوه الطيبة الخالدة، والله العظيم لو هذه الإذاعة، لولا تنفس الشعب العراقي الأبي على هاي الناس الأخلاق والإذاعة الأبية الشريفة من كادرها الإعلامي والطيب والصورة الحقيقة والنفس الحقيقي العراقي. الله يحفظك ويبارك فيك. هذا أشهد أن نتشرف بها يا علي. الله يسلمك يبارك بك. حياك والله العظيم، أنا مستمع لهذه الإذاعة يعني من الصمام القلب، الله شاهد. نتشرف بك يا علي، وإن شاء الله تكون عد حسن ظنكم دائما. أنا ما أتابع البرامج برامج بس أستاذ يعني. شوف أريد أقول لك بالمختصر، تفضل. الناس فقط مو الشعب العراقي بالأخص، البن يعني بدوائر الدولة الوزارة التجارة، والله العظيم أستاذ محمد الله شاهد، السماسرة أرقام يعني خيالية، أرقام خيالية. والله أنا أسمعهم، أنا طبعا وكيل من والدي أنطاك عمره بال2011 الله يرحمه، فصارت الوكالة اسمي. نعم. وأنا أوزع يعني طحين وأوزع يعني حصة. نعم.
يعني كنت سابق بذاك النظام مال صدام حسين، والله العظيم كان ينطي الحمص، ينطي العدس، ينطي الفاصوليا، ينطي الشاي. انا بس راح اسالك سؤال، اسالك سؤال من مواطن، انت وكيل لكن مواطن قال بانه عندنا تجينا يجينا مو دائما شكر وشاي وعدس و تمن اعتقد قال، بس يعني فترات وفترات. لا، العائلة العراقية الفقيرة اللي ما عندها حتى ربما قوت يوم، ما يجيها ما عندها احد يشتغل، شلون تقدر تعيش فيها بهذه المواد الأربعة؟ ايش تريد تسوي منها؟ والله العظيم اقسم لك بالقرآن، وانا وكيل استاذ محمد، نعم، اكو عوائل تجينا تريد بس الحصة وما عندها فلوس تدفع مال ومال حصة ما ناخذ من عندها. اقسم لك بالقرآن، وانا حاكيها من برا الاول، انا بيتنا بالعظمية، نعم، ومن بغداد انا، نعم، ومن العظمية، نعم، تقضي ذات القرآن ورسوله ويسمعون كل المستمعين. انا يعني مو بس انا دارد اقول يعني علي من بغداد، يعني انا من بغداد، يعني العظمية هي طبعا علي، يعني انت يعني انا فاهم، لكن كمل لي الموضوع مع العائلة العراقية اللي ما تقدر. والله العظيم حسر عليها البطل الزيت، احسر كامل من منبر هذا الشريف، الله شاهد ورقيب، ما موجود، ما يجي الزيت بالحصة، ماكو مدين صون استاذ محمد. والقرآن انا احكي لك، انت هسه حاليا حضرتك حاليا وكيل، كم ماده بالحصه اللي توزعوها وشنن المواد هسه بهذا الشهر؟ باي شهر؟ شنو اغلب شيء موجود، اكثر شيء متكرر؟ حمص ومعجون، وهذا الحمص المجروش جانا، وفاصوليا بس، الله شاهر. ما اجى الجوده شلونها؟ والله استاذ يعني جينا لا بأس بها، يعني هذا البسلوك الموجود، نعم، ليش تكذب عليك؟ والمعجون هذا الاقواط الصغار، عدس وحمص وفاصوليا، يعني عدس وحمص وفاصوليا ومعجون، هاي اكثر المواد اللي سلموها عمي للعائله. اي والله. طيب باقي العائله العراقيه اللي ما عندها، باقي المواد منين تجيبها؟ ما معقوله بس حياكل فاصوليا استاذ. والله العظيم، والسوق كله معلق، وزيدك كلام يكون على بينه. الطحين الاسمر هسه صار 25,000 يشتريه من عندنا، ابو الطحين اللي افتر الدوار بالمناطق الشعبيه، والطحين الصفر اللي يعني المستوى عالي الجوده ب 44,000 ومقابل للزياده تلكيها، وتم من امي كانت تجيبه هذا الزياده الجونيه ب 48 الف 50 صار، وكله مقابل للصعود، وحسبي الله ونعم الوكيل على الكلام. سيد علي اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الله يعين الناس اللي ما عندها بهذا البلد، شلون تقدر تعيش وشلون تقدر تأكل أطفالها وتأكل عائلتها في ظل هذا الغلاء اللي سببه طبعا الحكومات. دائما السبب الوحيد والأساس الموجود هي حكومات الاحتلال، لا نظرية المؤامرة اللي صدعوا بها العراقيين ولا شيء، العالم كله يدعمهم، العالم كله، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي كله يدعم هؤلاء الفاسدين، والدليل لو أنه كان ضدهم لكان ساند الثوار فعلا ومتظاهري تشرين لاقتلاع هؤلاء، لكن العالم كله مع هؤلاء الفاسدين. فموضوع نظرية المؤامرة ودنا نتحارب هاي صارت يضحكون بها على بسطاء العقول. الخلاصة، اليوم المجتمع العراقي، الطبقة الفقيرة، ملايين، أعدادهم بالملايين، شلون حيعيشون في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ وهناك تحذيرات بأن العام القادم 2022 حيكون أكثر سوءاً من العام الحالي. عندنا أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك ان شاء الله. الله يسلمك، حياك الله ويحيي اصلك. طيب، الله يبارك بيك، تفضل يا ابو علي. اي والله يا عم، التوينيه جاي تجينا على قولك ابو المثل، كل 3 شهور، نعم، كل 4 شهور نوبات، لو يعطونا اياها لو ما يعطونا اياها، نعم. أيه، هذا على حسب مزاج السيد الوزير، وزير التجاره على مزاجه، لما اليوم قاعد إيه قاعد مصحصح هذا الشهر ينطيكم. الفقير الصح عنده وزع الحصة. وزع الحصة، الفقير شلون يعيش؟ نعم. إيه، والطحين وصل تقريبا 40 مليون. 40 40 ألف. 40 ألف، نعم. 40 ألف.
نوباتي جاي يصعد، شلون الدولار من يصعد؟ احنا ليش غالي عندنا الطحين يا ابو علي؟ سيد ابو علي احنا ليش الطحين عندنا غالي؟ وزير الزراعه يقول حققنا الاكتفاء الذاتي، يعني عندنا فائض بالانتاج، وين ليش دا يغلى عندنا الطحين؟ عمي هي الحنطه جاي يزرعها مننا ويودونها لسوريا ويودونها للاردن ويودونها اي مكان ويحبون نعم. أني يجوعون العراقي أنا أحكي لك الواقع نعم. يجوعون العراقي يعني الحنطة يودوها حتى الإسرائيلي يودونه على مود يخلى أي شيء. يعني هاي شنو عقوبة لأنه أنتم ما رحتوا انتخبتوا مثلا؟ لو هو شنو الهدف من أنه يجوعون العراقيين؟ هي مو قصة انتخابات نعم. قصة هاي الدول اللي سقطت صدام حسين اللي غير على قولته والمثل احنا العراقيين نعيش وياهم غير نعيش وياهم مثلهم طيب اللي 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 طيروا صدام حسين يعني قاموا يقتلون بين العراقيين واحد ورا واحد والعالم نعم. جاي تاجر بهذا البلد نعم تريد تدور عيشه نعم يا ابو علي وربما كليتها وين تخليهم بلتم منطقه بلتم يعني شايف السجن نعم مثل نعم. السجن وتاخذ من عندهم فلوس نعم. وفلوس النفط ياخذونها من عندهم وما يعطونهم هذول المهاجرين الاوروبا ولاي مكان نعم هسه عندك الكويت وعندك الاردن اذا هذول الشرفاء ما يفتحون لنا الدولة مالتهم ورع عليهم طيب. الكويت شاد علينا والأردن شاد علينا وتركيا شاد علينا وسوريا شاد علينا على قولك أبو المثل طيب سيد أبو علي أنا أشكر حضرتك من أبو غريب شكرا جزيلا لك للتوضيح الأردن من الدول اللي فاتحة أبوابها للعراقيين وما سدت أبد ولا للحظة نعم هناك ظروف قاسية للمعيشة في الأردن صعوبة الحياة غلاء الأسعار لكن في النهاية الدولة ما سدت بابها وتحاول بما تستطيع لأن إمكانيات الدولة إمكانيات بسيطة تحاول بما تستطيع أن تساعد العراقيين إن أمكن كذلك الحال بالنسبة لتركيا وسوريا حتى سوريا كانت في فترة تحتضن كثير من العراقيين يعني هناك دول أخرى طبعا سادة بيبانها وهذا الموضوع ما تعترف به أصلا ما تعترف بموضوع الهجرة لكن هذا مو ذنبهم هذا مو ذنب هذه الدول لماذا هذه الحكومات لم تبني للعراقيين ما يجعلهم يستمرون بالبقاء في هذا البلد يحبون العيش به يطورون حياتهم به يطورون هذا البلد يقدموا له لأن الحكومة تقدم لهم لماذا ضغطوا على العراقيين بهذه الحروب الطائفية والصراعات والفتن والقتال الداخلي والسرقات والفساد والتهديد وبلد دائما مو مستقر دفع العراقي أن يذهب إلى الأردن وتركيا وسوريا وغيرها من هذه البلدان الآن يبحث في هذه الظروف مثل ما تفضلت في هذا البرد يبحث عن فرصة للحياة في أوروبا السبب مو سبب هذه الدول تشكر على ما قدمت لأنه في النهاية إذا دخل بها مواطن عراقي وقعد فشكرا لها لأنه هي سمحت لأنه يدخل وهي ما مضطرة على هذا الشيء لكن البلد الحكومة اللي تحكم هذا البلد البلد الغني الثري اللي شعبه اليوم بالملايين تحت خط الفقر هنا هؤلاء الذين يجب أن يحاسبوا عندنا أحمد من الموصل تفضل يا أحمد أم أحمد تفضل يا أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد ولو ما هذا موضوعنا بس أنا أعقب على الأخ اللي خبر على مود المساجين نعم إذا تسمح لي تفضلي باختصار لو سمحت أنا سيدة أنا ابني يعني هم مسجون هنوك ظلم بظلم نعم. ومعاناة وعن نبعث لهم فلوس هاي الفلوس ما عطوا سلم يعني يبعثون أخبار يقول الفلوس مع أمهات يروحون يزورون نعم. يقول الفلوس ما عطوا سلنا يعني وإحنا نبعث من هون حوالات وإحنا مكاننا نعم. وما نعرف أش نسوي إحنا ما نشكيها من الأحد إلا نشكي وناشد رب العالمين ونعم بالله يعني يعانون معاناة وظلم يعني بس الله يعلم بها ايش يجون المساجين وكله انا ابني بسبب المخبر السري والله عانينا بالروح وجينا سنتين وتسعة اشهر ما عرفت شيء عن ابني
ابعث فلوس معه تصل ما تصل يبعث لي خبر ماكو فلوس وحالنا حال الشر واحنا من نروح نزور رحت انا قبل شهرين ما خلوني فوت شعبني رحت لي صيصت البطحه والله نايمين بالشارع احنا والنسوان والاطفال بالشارع مال البطحه نايمين بالليل ها وبالوسخ وبالتراب وما خلوني اخذوا الدواء مني والفلوس وقالوا لي روحي اصطندري الرساله تجيكي وانا سنتين وتسع اشهر لا مخابره ولا رساله ولا اعرف ابني كل شيء عنه وظلم بظلم الله وكيل. سيده ام احمد اشكر حضرتك كنت معنا من مدينه الموصل الله يكون بعونكم جميعا ذوي المعتقلين والمغيبين ومن لديه مشاكل في العراق حقيقة الله يكون بعون الجميع جميع العراقيين لأنه الوضع سيء جدا ونحن لا نريد أن نزيد من إحباط الناس والصورة السوداوية لكن هي واقع حال لابد أن يراه الجميع لأن من لا يعترف بوجود هذه الصورة المأساوية ومن لا يعترف بوجود الحقيقة فأما مستفيد أو مغيب بشكل كبير جدا فكريا. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.